بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر، اهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي لنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، وكابتن عادل عبد الرحمن، وكابتن بلال. نور يا كابتن. نور عليك. مبروك النادي الاهلي على الفوز، ثلاث نقاط مهمين جدا، وهارد لك لنادي الاسماعيلي. كابتن ايمن، النهارده كان اختبار صعب للتحكيم بشكل عام. النهارده البدايه الحقيقيه او الاختبار الحقيقي هو كان مباراه النادي الاهلي النهارده والاسماعيلي. انت معاك يا كابتن شريف؟ اه. النهارده الحكم داخل محمل بالضغوط. انا عاوز ادي مردود كويس يا كابتن ميلال، لان هي الانطلاقه الاولى للحكم ده هيبقى ترتب عليها ان الحكام كلها بتيجي تخش تاخد ثقه بعديها. فكان محمد النهارده عادل عنده مباراه صعبه، لا صعبه النهارده، مباراه صعبه فيها اختبارات كتيره جدا جدا جدا. اعتقد النجاح الوحيد النهارده كابتن علاء اللي هو ما كانش داخل بالضغوط اللي هي بتاعت الموسم اللي فات. انت معايا؟ داخل شويه ان الضغوط دي ذهبت عنه، فبيحكم النهارده وهو نفسيا مرتاح. في اخطاء عدت فيه، ولكن بشكل عام النهارده تحكيم موفق يا كابتن ايمن، اللي طاقم التحكيم بالكامل. شفنا كمان ميزه الفار اللي النهارده ما كانش ليه اي وجود. نتيجه ايه؟ ان النهارده احنا بنركز على الحكم. للاسف الشديد الموسم اللي فات كنا كل محاضراتنا للفار للفار، النهارده الحكم هو الاساس. لما اشتغل مع الحكم بشكل كويس، ادي له شغل نظري وشغل عملي كويس، اخليه يبذل جهد، هيقلل من اخطاء حكم الفار. دي تعليمات جلادنبرج يعني الموسم الجديد، يعني خلي الكره اللي تجري، ادي تحت الفرصه الحريه، ما تعتمدش دايما على الفار. كابتن شريف، كلامك مهم جدا والناس كلها لمست الكلام ده. الموسم اللي فات كان فيه كل مخالفه بتتحسب، كل لمسه فاول فاول فاول. الكلام ده بيقتل متعه المباراه كابتن علاء، كابتن شريف بيقتلها. الراجل لما جه قال لك لا، انا مش كل مخالفه او تلامس تحسب فاول. دايما تشير بسمنه اللعب طالما ما فيش مخالفه والاحتكاك احتكاك عادي. النهارده محمد عادل بيطبق هذا الاسلوب. هو مش النهارده بس يا كابتن ناصر، عشان بس الناس كلها تاخد حقها، ومن بدايه الدوري يعني كل الحكام انا اتفرجت على تقريبا معظم الماتشات، حسيت ان في لا دي تعليمات. تمام. بس اللعب يمشي، اللعب يمشي زي ما حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي. انا شايف ان هو اول مباراه الاهلي وفاركو واضح. هو قالها الحكام ايه؟ انتوا اللي بتعطلوا الوقت. انتوا كحكام المفروض بتحافظوا على المباراه ووقت المباراه، انتوا اللي بتعطلوا وقت المباراه. خلوا اللعبه تماشى، خلي في متعه يا كابتن، في متعه للجمهور، متعه للناس تشوف، وانت كمان كحكم تستمتع بادائك. النهارده بنشوف النهارده اللعب تواصل، في التحامات وفي حاجات جميله، ولكن الميزه النهارده كابتن شريف، الميزه ان محمد يعني المعايير كانت قريبه، يعني ما كانش في جاب ما بين هنا وهنا، يعني الاخطاء اللي هنا هي هي الاخطاء اللي هنا. معانا الحالات وهنشوف سريعا يا كابتن ايمن حالات مهمه جدا جدا. الاول بس هنشوف بس طاقم التحكيم، استاذنك محمد عادل، وكان معاه سمير جمال مساعد رقم واحد، ووائل شعبان مساعد رقم اثنين، احمد جمال رابع، طارق مجدي على الفار، ومصطفى عطيه على الفار. هنا لعبه ايضا، يعني انا باخد هنا اللعبه دي صب، هنا في مخالفه كابتن، هنا في مخالفه تمام، الكره هنا وحصلت مخالفه خارج ميدان اللعب. هنا انا عندي الحكم موجود، حكم الرابع، المفروض النهارده ساعد الحكم في هذه الحاله، حاله من الحالات يمكن هي ما عملتش مشكله، ولكن هنا في مخالفه ان الكره ما زالت حتى موجوده في ميدان اللعب. الحاله بعد كده نشوف الحاله اللي جايه هنا. اليو ديانج طبعا يمكن النهارده قدم مباراه جامده جدا جدا. صحيح. بامانه يعني بامانه اداء المباراه احنا تقريبا اخترناه ان هو كان نجم مباراه اليوم. اليو ديانج يا كابتن شريف النهارده بصراحه. صحيح. يعني يمكن ماليش ان انا اتكلم في الاداء الفني، ولكن النهارده كان ليه مردود كويس. النهارده هو ما شافش غير ان هو لازم يعمل كده. صح. تعطيل، وهو ده الانذار يا كابتن ايمن اللي بنتكلم عليه. خد الانذار في مكانه. راجل رايح ورايح هيعمل هجمه، انا لازم اعطل، وهنا خد انذار. بس احنا خفنا عليه لان كان الانذار مبكر جدا. بالظبط. بعد 3 دقايق. دقيقه 2 يا كابتن. دقيقه 2. هو ما كانش لازم يعمل كده. ايوه مظبوط. انا بقول الكلام ده ليه يا كابتن؟ لان دي ثقافه لاعب. نعم. لو موسيماني كان غيره من الشوطين وكان غيره بعد 10 دقايق. بالظبط. انا هنا ممكن لاعب المخالفه دي ارتكبها في الثلث الدفاعي، مالهاش لازمه. انما هو هنا ارتكب في الثلث الهجومي، يعني كان في تعطيل، وبالتالي هنا بنقول ايه؟ الانذار حتى انذار مستحق نتيجه تعطيل اللاعب. اللي بعد كده. محمد عادل مازال متواجد، هي ما رحناش بعيد برضه، هي نفس المعيار. هنا اللاعب النادي الاهلي النهارده رايح تمام، ورايح وفي هجوم بترتكب مخالفه في الدفع من الخلف وتعطيل، هنا التعطيل هو موجود،
نشوف الايد من حمدي النقاز، وبالتالي هنا نفس البطاقه هنا هي هي البطاقه اللي كانت في النقاس. معيار واحد، وبقى طبعا بشيد بن محمد في الانذارين، انذارين صحاح وفي مكانه. الحل بعد كده هنا بنشوف هنا تسلل. يمكن كتير من الناس قالت لك ايه ده، هو في ايه بالظبط، والحكم حسب ايه؟ شوف هو مشى الهجمه والهجمه راحت وكل الكلام الجميل دوت، وبعد كده رجعنا كان هناك تسلل لحظه اللعب. وهنشوف اللاعب الاسماعيلي كان يا دوبك في ملعب النادي الاهلي. هنا هنمشي شويه بس هنا بس. بص يا كابتن مدبولي، مدبولي هنا بص، وده ما فيش اي حد من لاعبي النادي الاهلي هنا، وانا بحيي هنا وائل شعبان تمركز وتركيز وربط لحظه التمرير مع لحظه اللعب التسلل، خلى اللعب يتواصل. كابتن الاهلي صحيح كابتن علاء، لان اللاعب ده كان ممكن يروح يجيب جون، ممكن انا كحكم مساعد ممكن استعجل في الرايه اقتل الهدف، سابه راح ورجع راح رافع عليه التسلل. دي كانت عند وائل شعبان. الحاله بعد كده شوف الحاله اللي جايه، وهنا بنتكلم على لعبه طاهر. هنا محمد عادل لم يشاهد المخالفه ابدا، تمام، لم يشاهد المخالفه ابدا. ننزل 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 ننزل. بص يا كابتن، هو ده الفرق ما بين اللعب العنيف والتهور. هنا في لعب والحكم الرابع واقف جنبه كمان، تمام، والفار موجود، بس هو رجله نزلت على الارض يا كابتن بعد اذنك. هنا هتكلم يا كابتن. اتفضل. انت عاوز تقول ان هي القوه قلت. ايوه بالظبط. بص يا كابتن، هنا ميزه الفهم القانون، لو انا رجلي رايح مره واحده كابتن بالقوه دي بطاقه حمراء مفيش فيها هزار، وكان الفار لابد ان هو يتدخل. هنا محمد ما شافش التفاصيل وبالتالي سمح بصمم اللعب، ولكن بقول لمحمد هنا المخالفه تستوجب انذار لاقصى درجات التهور. بينها وبين الاحمر يا كابتن ايه؟ شعره واحده بس، اللي هي ايه؟ اللي خفف من نقطه الاحمر ان انا حطيت كعبي على الارض كابتن عادل ودست على في نفس الوقت على الجزء اللي هو قدم اللاعب، فالقوه قل شويه وبالتالي هنا كانت تستحق البطاقه الصفراء. وهنا طبعا محمد يمكن ما شافش، ولكن كان لابد من الحكم سمير او الفار كان يعني حتى يعمل كنترول على الانذار ده. الحاله بعد كده نفس الشيء بنشوف هنا محمد عادل، وهنا المخالفه، هنا حسبت المخالفه يا محمد تمام مفيش مشكله. وهنا اللي نجح في لعب الكره كابتن علاء، البعض قال ان اللاعب الاسماعيلي نجح، لا، اللي لعب نجح في لعب الكره هو مثل الاول حمدي فتحي. حمدي فتحي نجح اهو، وصل تمام، ونمشي بقى نمشي خلاص الكره عدت. وهنا الدخول هنا بتهاور مظبوط، محمد حسب المخالفه كان لابد انك انت تشهر البطاقه الصفراء مظبوط طبقا للمعايير. يعني في حاجات عدت منك، ولكن احنا بنقول الحاجات اللي هي ايه، يجب انك انت تطور ادائك في الالعاب اللي جايه. هنا بطاقه مستحقه لم تشهر نتيجه اللعب او الدخول بتهاور من لاعب النادي الاسماعيلي. الى بعد كده نشوف الحاله اللي جايه صايد بقى، وهنا نفس الشيء، هنا وائل شعبان بشيد بيه امتياز وائل. هنا نشوف هنا لحظه التمرير، نشوف جزء بالقدم وتسلل موجود وتمركز. طبعا يمكن هنا الكاميرا مش جايه مظبوطه، ولكن هنا القرار كان ايه، قرار سليم، سمح باستمرار اللعب وبعد انتهاء الهجمه رجع اشار على تسلل. وائل النهارده كان ماشي 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 كويس، ويمكن طاقم التحكيم كله كان ماشي بشكل كويس. اللي بعد كده هنا بنشوف الحاله اللي جايه ديت، ونشوف تقريبا الحاله اللي جايه. طبعا هو حاجه تعرف حاجه لا شعوريه كده، انت ممكن اللاعب يعمل حاجه كده لا شعوريه كابتن علاء، ها يعني حاجه كده لا اراديه. يعني هنا خلاص طاهر انت الراجل عدى والكره عدت كمان تمام، خلاص ما كان يجب عليك انك انت ترتكب. بيقول هنا ده الفرق ما بين اللعب وسلوك كابتن علاء. وهنا طبعا لم يتردد الحكم محمد عادل، حتى يمكن طاهر امتثل للقرار تمام. ونشوف هنا بنقول هنا سلوك، وهنا الركل موجود، والبطاقه الحمراء بطاقه حمراء مستحقه. هنا الحالات دي كلها حالات بنتكلم فيها عشان خاطر يمكن احنا كمان بنقول يا كابتن، بنقول ان احنا نستفيد من الاخطاء. البطاقه الحمراء ما كانش يجب ان هي تتاخد، خاصه ان هي دي كانت في الثلث الدفاعي. نشوف لو في حاجه ثانيه ولا دي اخر حاله. ماشي، حالة تانية هنا. هنا وائل، هل يا وائل هنا انت سمحت باستمرار اللعب؟ وهنا اللعبة هنا هل في تسلل ولا لا؟ نشوف كده في الزاوية اللي جاية، هم هنا بيعترضوا على ان كان هناك اكثر من لاعب في تسلل. نشوف، وهنا طبعا الكلام ده مش مسموح يا محمد، وما تسمحش ان حد ابدا يضغط عليك كده ويعمل كده. هجيب بس لحظة التمرير بعد اذنك ونشوف الموقف من الاول، بس لا ارجع تاني بس
لا ارجع تاني بس اي لحظه. طب هنا كابتن بنشوف هنا اخر لاعب الاسماعيلي هنا كان فين يا كابتن علاء؟ اللي هو هنا صح؟ مظبوط صح. طيب هذا اللاعب اللي هناك في موقف سهل ولا لا؟ انا بتكلم ادي واحد وهنا واحد اهو اثنين وادي هنا ثلاثه. نشوف بقى اللعبه اتلعبت اهيت، نشوف مين اللي تدخل في اللعب ومين اللي استفاد من كونه في موقف تسلل. نمشي اللعبه ونشوف. يلا هنا في اثنين كان في موقف تسلل هنا تدخلوا مع اللاعب المنافس تمام، ثم ذهبت للاعب اللي هو كان اصلا في موقف تسلل. صح. الكره ما اتغيرتش، هي راحت دايركت يعني مفيش حد لمسها وهي رايحه يا كابتن علاء. صح. من المدافعين بتوع الاسماعيلي، وبالتالي هنا كان يجب عليك اشهار رفع الرايه بالتسلل. يمكن دي اللعبه اللي كانت عند وائل شعبان، ولكن بشكل عام كابتن ايمن يمكن دي كانت اخر حاله معانا، دي كانت اخر حاله معانا بشكل عام. بنقول دايما دايما احنا هنا في فرد الاهلي، كابتن بلال، كابتن علاء، كابتن عادل، يا كابتن شريف، بنقول اللي لينا واللي علينا. احنا نتمنى العداله على الكل، والنادي الاهلي دايما ما بيطلبش غير العداله. احنا النهارده بطاقه حمراء، قلنا بطاقه حمراء مستحقه، ما عندناش مشكله. نتمنى ان التحكيم يمشي بهذا الميزان والعداله لكل الفرق مش بس للنادي الاهلي. صحيح. مبروك للنادي الاهلي مره ثانيه، ومبروك لطاقم التحكيم على الاداء المتميز النهارده كابتن. شكرا جزيلا كابتن نصر، امتعتنا. اشكرك كابتن.